حلقة جديدة بتحديات وصفات وشوية بهارات أكيد مع ساندرا وتوتا. يا رب دايما متجمعين على سفرة واحدة بسيطة وطعمها حلو. مستنيين بقى منكم النهاردة تشجيع قوي وجامد جدا 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 عشان تجبروا بخاطر البناية اللي واقفة هناك دي لأنها من ساعة ما دخلنا بتنهار. بتنهار ليه؟ اي نعم. ليه يا ترى؟ قولي لهم احنا هنعمل ايه النهارده؟ عشان يا جماعه احنا النهارده هننفذ لكم الطلب اللي طلبتوه مننا كتير وعملتوا فوتنج عليه كتير جدا على الفيسبوك وعلى اللايف بتاع بهارات. دايما كل ما نشتغل تقولوا فين وصفه الكرشه؟ اهي. يا عيني البنت دمعتها هتنزل. عايزه اعترف لكم باعتراف ان انا امبارح بكلم توتا ولا اول من يومين كده واحنا بنظبط المنيو، قلت توتا ممكن معلش تقولي لي احنا هنعمل ايه عشان انا مش قادره ادرس موضوع الكرشه ده من قلبي، يعني دي حاجه بسيطه حاسه هعملها معاكم مره وخلاص مش هعملها تاني ابدا. والله هتطلع حلوه واتوقع بقى ان الطبق بتاعك هيطلع احلى من الطبق بتاعي. بصي الطبق بتاعك والطبق بتاعي هيطلعوا حلوين وهتاخديهم. اتفضلي. طيب تعالي نشوف مقادير الكرشه بطريقه بسيطه. بص قبل ما نبتدي، الناس اللي ملهاش في الكرشة او اللي مش بتحب تاكل الكرشة لو جربتوها بالطريقة دي مش ممكن ابدا تبطلوا تاكلوها، سهلة جدا وبسيطة والتسبيكة مع الاضافات اللي هنحطها بتخلي بجد طعم الكرشة حكاية. طيب تعالوا نشوف المقادير. معايا كرشة بالصلصة والحمص ودي افضل طريقة تطبخوا بيها الكرشة. معايا 3 كوبايات من عصير الطماطم، معانا ربع كوباية من الهريسة، والهريسة اضافة بتخلي الطعم حكاية، يعني مش بيبان فيها اي طعم او ريحة غير مستحبة. ثوم مفروم وبصل مفروم. معايا نوعين من الحمص، حمص طبيخ اللي هو الحمص اللي هو الصغنن ده بتاع حلاوه المولد، وعندي الحمص العادي اللي هو حمص الشام. الاثنين واخدين، ده واخد نص سلقه، الحمص الثاني واخد سلقه كامله. معانا كمان فلفل حامي، ملح وفلفل، كمون كتير كتير كتير، بحبها ايديكم في الكمون، وكزبره وبقدونس مفروم وشويه عصير ليمونه. عندي مكونين هم الاساس في الوصفه اللي هيخلوها ملهاش اي ريحه غير مستحبه، الهريسه وعصير الليمون. سمعتوا اللي توتا قالته والشرح اللي توتا شرحته؟ هو ده بالظبط. اللي انا هقوله بس انا هقول لكم دلوقتي، هزود حته على اللي توتا قالته، انه مين اللي هيكسب التحدي؟ اللي هيكسب التحدي توتا لما تخلص الطبخه دي كلها على الطاسه على البوتاجاز تاخدها تحطها في الطبق باذن الله. فيعني مش يمكن اخسر انا، مش يمكن اخسر ايه، ما يمكن اخسر. هو انا ان انا معرفش الفوشي علينا ايه. انا خسرانه. انت لا والله هتكسب هتطلع حلوه من ايديكي. احنا طيب. عايزين تشجيعكم. أيوة. وعايزين اللايف شغال على المقادير. قولي لهم المقادير. خلاص ما انت قلتي المقادير، قولي لهم تاني. طيب مقادير تاني، معانا عصير طماطم، معانا هريسه، ثوم مفروم، بصل مفروم، حمص طبيخ وحمص عادي مسلوق، فلفل احمر او فلفل حار، وملح وفلفل، كمون وكزبره، بقدونس مفروم للوش، عصير ليمون. للسلق بقى علشان نسلق الكرشه دي محتاجين ميه مغليه، حبهان ورق لورا، فلفل حصى، ملح، وشرايح ليمون مهمه جدا جدا، والماريبوا اللي هو مكون من جزر وكرفس. ماريبوا مع الكرشه. بصل. ماريبوا مع الكرشه. هم الثلاثة اسمه السلق بقى. شويه بصل على شويه ورق بصل وكرفس. أيوه. وجزر. ماشي. المهم اسمهم ماريبوا. ايوه من قصدي مش ماشي مع الكرشه. مع الكرشه. مين بقى تاني اللي هيكسب التحدي؟ اللي هيكسب التحدي هو اللي هيخلص الوصفه دي. الكرشة دي طالعه لنا مسلوقه، فاحنا المفروض ان احنا هنعمل لها التسبيكه دي ونسيبها يعني تتمشمش فيها على راي توتا وبعدين نغرفها في الاطباق على طول. ايوه شفتوا سهله، هتتمشمش وخلاص، هتتمشمش وتبقى يعني دايبه دوب كده. التحدي هيكون عباره عن ايه برضو؟ اللي يخلص الطبق الاول ويقدمه، عشان كده انا حاطه طبق التقديم جنبي. هنركب الوصفه على الوك ونغرفها، واللي هيغرفها الاول هو اللي هيكون طالع الستنج بتاعه. مش عارفه بقى النهارده انا ولا انت، هنشوف. احنا شغالين ومستنيين طبعا الكومنتس بتاعتكم على فيسبوك سفره، في لايف دلوقتي شغال، تقدروا تكتبوا لنا وتشجعوها وبسوها برده عشان الوضع صعب الناحيه الثانيه. حالا هنبتدي التحدي وتعالوا نشوف هنبتدي ازاي وصفه الكرش. ابتديتي؟ اجيب لك مشبك؟ اجيب لك محتاجه مشبك؟ انا فاقده النطق ليه؟ والله يا بنتي والله ابدا، دي جميله. جميله 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 دي جميله جميله قوي قوي دي. انت بس حسني علاقتك بيها. حاضر هشتغل على الموضوع ده اهو. نعمل ايه؟ بصوا بقى نعمل
هنروح للايف كوتش يحل لي مشكلتي مع الكرش. مش للدرجه دي. اهو انا شوحنا بصل كتير وتوم وفلفل حامي، نتبل بقى فلفل اسود حبه حلوين، ملح، كمون وكزبره، ونشوح الكلام ده كله. كل الحاجات دي مش هتخلي فيه اي ريحه ظاهره عندي. هقول لكم برده على نقطه، لو احنا ضامنين الجزار اللي احنا جايبين منه الكرشه بتجيلكوا حرفيا فله، يعني بيبقى لونها ابيض قشطه ما فيهاش الهواء، وعصير ليمون كتير، ننقعها وتبقى عندي زي الفل. لا اسكت الله لك حسن يا ايه انطعي. لا مش لاقي حاجه مناسبه بالموقف اقولها. ليه اقول ايه؟ مش قادره اتكلم. فقدتي النطق فجاه يعني. فقدتوني النطق هنا والله العظيم ولا الهوى. والله جميله جميله طبعا. بس عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه. ايه؟ توته مثلا السيجمنت اللي جاي ما بتاكلش الاكله اللي انا بحبها قوي. طيب ما هو يعني عادي. فعادي بس ممكن ادوق. انت ممكن تدوقي؟ لا خدي بالك انا مش هطلع من الحلقه النهارده لو انت ضايقه الكرشه. يبقى مش هتطلعي من الحلقه. هنفضل قاعدين. طيب دلوقتي احنا عملنا ايه؟ نزلت بالكرشه بعد ما بتكون مسلوقه وبتتقطع، مفيش اي ريحه باينه عندي خالص. انا شم ريحه كمون، شم ريحه التوابل البسيطه بتاعتنا، فكره كمان الهريسه بتديها طعم جميله جدا. انت طب بذمتك انت لما حطيتي المكونات دي حاسه ان في حاجه مش مريحه؟ استني عشان بفكر دلوقتي احط عصير الطماطم ولا لا، وبعدين قررت ان انا احطه. ايوه انت شوحتي. طيب شوحت. ماشي. شوفي قعدت متردده. ايوه وبعدين احنا مالناش دعوه بماضيها. ماضيها ده مالناش دعوه بيه. احنا لينا الجله فله. اهو نقلب بس عصير. انا بحب بصراحه عصير الطماطم المركز خصوصا في الشغل اللي على الهوا. ليه؟ عشان ما بياخدش وقت في التسبيك. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، الوصفه دي وصفه توته. يعني انا طب المفروض اي مجهود في الوصفه. لحظه انت المفروض تحبيها. انت مش تحبيني؟ انا بحبك. قد ايه؟ قد الدنيا. يا لهوي دول بعيدا عن الكرش. يعني بتحبيني يبقى المفروض تحبي اي حاجه. لا هتحبي الكوارع. شفتي نطقتني ازاي؟ هتحبي الكوارع؟ هتتغذي النهارده كوارع معايا؟ لا طب خلاص. طيب حطينا الطماطم وهحط كمان الحمص بتاع الطبيخ، ومفروض نسيبهم. انا بصراحه بسيبهم في البيت تلتايه كده 20 دقيقه تتسبك برده وتاخد وتدي مع بعض، لان الطماطم عندي فريش فمحتاجه تعزل على النار والزيت يخرج على الوش وتتسبك. فيعني ايه مش هينفع الكلام ده النهارده. يعني انت هتغرفي خلاص؟ على حسب. انا خلصت. انت خلصتي؟ بس هي لسه ما اتسبكتش. ما لسه ما اتسبكتش. ما اتسبككش. طب هنسيبها تتسبك ولا اغرف واكسب؟ ايه؟ ها؟ طيب هنسيبها تتسبك. قالوا لي سيبيها تتسبك. ما احنا كمان نسيبها تتسبك. طب ايه؟ سيبيها بقى. تعالي على ما نسيبها تتسبك كده نرغي في موضوع، لازم موضوع الكرشه ده. انا عايزه افتح اللايف. انا محتاجه افتح اشوف الكومنتس اللي موجوده ايه، عشان برضو ما نبقاش كروتنا الوصفه. فخليني ابص بصه كده سريعه. بصي. لا في زغ... والله يبقى في زغاريد اهو. بصي يا هاني طالعه انت مصدومه. معلش يا ساندرا اعملي التوته كوارع. ما هي عامله النهارده كوارع. السيجمنت الجاي هي عامله كوارع ما تقلقوش. طبعا حبيبتي يا توته باذن الله انت الكسبانه. وما تزعليش يا ساندرا يا حبيبتي بحبكم انتوا الاثنين. كوكي كاتبه كرشه نو كرشه يس كرشه يس. اهو انا منا من الاقصر. بحبكم قوي قوي. لو سمحتوا ممكن التليفون على الشاشه، ممكن نبقى ناخد التليفونات يا عزيزي لو سمحتوا لو ممكن. طيب انا ما ينفعش اغرفها كده اثنين ولا انا والله مش هين عليا يعني. حاسه يعني انها يعني صيصه. انا مش بحبها بس ممكن حد تاني يحبها فنديها حقها في السوى وتبقى حلوه. لا هي صيصه بزياده محتاجه يعني تتسبك بصراحه. يعني هي عايزه 10 دقايق تانيين تتسبك. طيب ايه الدنيا بتقول لك شكل الكرشه بتاعتك يا توته حلوه؟ لا ده احنا كده هنكروت. جنه الرحمن انا من الاقصر بحبكم قوي والله وبحب اتفرج عليكم. مالك انا بحب حضراتكم جدا واحنا كمان يا مالك. انا بحبك يا توته وساندرا وممكن تقولوا اسمي حسن يا حسن. احنا الاثنين خلصنا. كوكي بقى بتقول لك ايه؟ طب ممكن نعمل حاجه مختلفه. ايه؟ تعادل.
ما عملناش من رمضان. انا تمام، اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا تمام. اه ممكن تعادوا، لان انا يعني انا لو حطيتها كده هتبقى صيصه والناس هتاكل وشي. اه فيعني عشان برضو ما تبقاش كروتنا الوصفه، فانا اتوقع ان احنا الاثنين النهارده صح؟ او طلعوا الستينج بتاعنا احنا الاثنين واحده واحده. انت حته وانا حته صح؟ طلعوا سبليت، هي نص ورا نص. اه يعني او تعالي نمثل الستينج. الناحية التانية؟ اهو الناحية التانية. اه حلوة. اه هي الفكرة كلها في ايه؟ ان احنا لو الطماطم فريش، فانا دايما اقول لكم اي وصفة هستخدم فيها طماطم فريش ما ينفعش ابدا اديها غلوتين على النار واحط الطبق كده، هنبقى بنكروت فعلا. فهي خلصت الكرشة ومستنيها تتسبك، وانا خلصت الكرشة ومستنيها تتسبك. في ناس كتير قوي، في ناس كتير قوي ما بتاكلش الكرشة وبعتين بيقولوا ان شكلها حلو عشان انتي طبخاها. شفتوا؟ آه. بس هم ما بياكلوهاش. انت انا هقول حاجه، انت شم اي حاجه فيها ريحه بصراحه؟ لا، بعد الهريسه وعصير الليمون. مش هقول لك على حاجه، عشان احنا الكرشه جايه لنا فله، ما ده اللي انا بقوله، ان احنا نطمن المكان اللي احنا جايبين منه. خدوا بالكم تنظيفها صعب يعني. انا حتى لما بعملها في البيت بصراحه عشان برضه اكون على نور، مش بنضفها، بتيجي متنضفه. هي تنظيفها بيحطوا يحطوا ليمون وملح، ليمون وخل، ويقعدوا يكحتوها يعني صعبه ليله كبيره كده. فيعني موجوده دلوقتي عند الجزارين، وعلى فكره سعر الكيلو بتاعها مش سعره عالي، قصاد ان هي الكيلو بيعمل كميه محترمه، كميه كبيره. فانتوا لو عايزين تجربوا كرشه لاول مره، جربوا الطريقه بتاعتنا دي، هتعجبكم جدا جدا، ومش هتشموا اي ريحه انتوا بتقلقوا منها في الكرشه. فجربوها بالطريقتين اللي شبه بعض دول، ان شاء الله تعجبكم وتطلع من ايديكم زي السكر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل. ما ناخد فاصل في نفس ال، احنا الاثنين في نفس النفس. يلا يلا. ايوه هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ فاصل ونرجع لكم تاني. طيب يلا، واحد اثنين ثلاثة فاصل. فاصل لا مش عجباني. طب استني 1 هاي 2 3 فاصل ونرجع لكم تاني. يعني يرضي ربنا تشيل طاستها من عندي وتحطها لي هنا؟ ها بقى. طب انا مش بحبها، هفضل واقفه جنبها ليه؟ يعني مش كملت طاستك؟ مش احنا اخوات؟ فقلت لها خدي الطاسه بتاعتي سويها عندك. ادي طاستي وادي طاستها. ها أهي. ليه بقى؟ مش كل بتاعتك احلى ولا هو حلي دلوقتي؟ هو حلي دلوقتي. ما انا هخش انهار برضه الناحيه الثانيه دلوقتي. لا بصي، ايوه مش قادره اقول لك ان انا اوعدك ان انا احببك في الكوارع، لان انا بحبها قوي، يمكن تكون اكتر حاجه بحبها في العزومات والاعياد. ما في دماغي ان انا بس مش هطلع من الحلقه لما ادوقي الكرش. ما هو انا بقول لك اهو، انا مش عايزه اقول لك احببك فيها احسن انت تفتكري ان انت ممكن تحببيني في الكرش. طيب مش هتقنعيني. فخلي كل حد يحب الاكل اللي بيحبه ويتبسط بيه، والف هنا وشفا على قلوبنا جميعا. يعني انت مش مبسوطه بالكرش النهارده؟ لا وش كده؟ اه ايه الصراحه دي؟ طيب انا هروح بقى ايه؟ تعالي نوريني. هروح هناك الناحيه الثانيه، هتعمل كوارع، وهروح بقى اشوف يمكن تحببني فيها، ما ماليش فيها قوي بصراحه. فهدخل هناك بقى، تعالوا ايه؟ ننتقل للجزء الاخر ونشوف هتعمل لنا ايه. يا هلا يا هلا. اجيب الطاسه بتاعت الكرشه؟ لا تيجي لوحدي. اجي لوحدي؟ تنوري لوحدك. ماشي. بصوا يا جماعه، احنا هنعمل كوارع. الكوارع من ألذ الحاجات اللي فيها انها تتقدم، بصوا كده شايفين هي كيوبز متقطعه صغيره اهي. فلما تتقدم على الترابيزه يبقى شكلها حلو. احنا هنعمل فتت كوارع. احنا سلقنا الكوارع بايه؟ سلقنا الكوارع سلقناها. ماشي. لا ما سلقناهاش والله، دافعين فلوسها وجايبينها حلال. سلقنا الكوارع. بنشوح الاول الكوارع. الكارع بنجيبه متقطع بالمنشار من عند الجزار، شرايح كده رفيعه زي الموزه مثلا، وبعدين بنشوحها في حته مستكه ومعلقه سمنه. ننزل عليها بقى بالحاجات اللي تحبوها. انا بحط حبهان وورق لورا وبصل وجزر وكرفس. خلاص، وبتتسلق تاخد وقتها براحتها تطلع كده. المكونات بقى اللي هنشتغل بيها بعد كده، قطعناها معانا توم، كزبره ناشفه، خل، عصير طماطم وانا بفضل انه يبقى فريش، معانا كمان ملح وفلفل مجروش، كمون، عيش بلدي متحمص كده علشان الفته، رز مصري برده مستوي علشان الفته، وشويه بقدونس. وطبعا الامر ما يخلاش من، لا والنبي خديها عندك شوربه الكوارع. هاتيها، انا بحب شوربه الكوارع قوي يا جماعه. ها
هتشربيها دي كلها؟ انا ممكن عايزه احط عليها ليمون بس اشيل شويه الدسم اللي فوق دول. عشان تبقى هيلث. حاضر ماشي. وعيني حط عليها ليمون واكلها عادي جدا. انا هبتدي وانت شوفي ناس كاتبه لنا ايه على اللايف. ساندرا مش طايقه الكرشه ومش عايزاها عندها. فضحتينا. لا دي نعمه ربنا والحمد لله عليها. طب هنحمل بقى نكمل الحمد لله ونجيب الطاسه هنا. لا طيب الحمد لله. وانا صغيره كنت بحب الكوارع دلوقتي لا. ليه يا نسمه؟ ايه اللي حصل؟ احكي لنا، قولي لنا كده في الكومنتس ايه كنت تاكليها وبعدين قفلتي منها ليه؟ اكيد في سبب يعني. الكرشه لساندرا والكوارع لتوتا. يا ده حد بيعزنا ام طارق. هتدي زغروته دلوقتي. ازيكي يا ام طارق؟ تسلم ايديكم. يسلم قلبك يا روحي. عامله ايه؟ تسلم ايديكي يا توتا. بحبك قوي يا توتا. وانا والله بحبك قد الدنيا. كل سنه وانت طيبه. احلى حاجه اللي انت عملت الكرشه. اوعي تكوني طلعتيها من الفريزر حبيبي. خليكي شايلاها اهو. طلعيها دلوقتي تفك واعمليها. لا لسه اهو لسه مطلعاها دلوقتي. ماشي ايوه تلحق تفك كده على ميعاد الغدا. بقول لك يا توتا. قولي يا روحي. اول امبارح والله العظيم والله العظيم صليت الفجر ودعيت لك دعاء يجعله من حدك ونصيبك يا روح. يا رب ربنا يتقبل منك يا رب ودعائك دايما مستجاب على طول. انت وساندرا حبيبتي. كنت لسه هقول لك نسيتيني في الدعوه الحلوه. لا ما تقدرش. احنا الاثنين مع بعض. يا رب ربنا يخليكي ليا. لسه كنت هقول لك. ازاي لسه يا كنت يا ام طارق سامعاكي. اي حبيبتي انا دعيت لك انت كمان. والله كنت لسه هقول لك ازاي اوعي تكوني نسيتيني من دعواتك الحلوه البركه دي. لا ما انساكيش ابدا يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي ليا يا رب. حبيبتي يا ام طارق نورتينا يا روحي وكل سنه يا رب وانت طيبه وكل حبايبي اللي متابعين بهارات طيبين. عايزه اقول لكم على حاجه، ان حلقه يوم الخميس الجاي حلقه مميزه جدا 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 هتعجبكم، مختلفه. مش انا وساندرا اللي هنطبخ فيها، مش هحرق لكم المفاجاه، بس يعني تابعوا حلقه الخميس الجاي هتعجبكم قوي ان شاء الله. بتعملي ايه يا اميره؟ استني في حد هيواسيني. ماشي يا اميره. الو. صباح الفل. الو. ايوه يا ميره ازيك؟ صباح الخير. عامله ايه؟ صباح الفل على عيونك. عاملين ايه يا حبايبي؟ صوتك واطي يا ساندرا. حلوين طول ما احنا سامعين صوتك الحلو. وحشتوني جدا. وانت كمان اكتر يا عمر. إيه؟ والله عاملين ايه؟ انا عارفه مش عارفه اقول مبروك يا توتا ولا مبروك يا ساندرا. احنا الاثنين بقى لاول مره في تاريخ بهارات. باركين الاثنين كسبانين. ساندرا ماما بتقول لي اقول لك بتبوسك كتير جدا جدا على الاهداء بتاع امبارح. يا حبيبه قلبي بوسي هالي وسلمي لي عليها واتبارك. قولي انا كنت بتبوسك. وانا ببوسها باك وبسلم عليها. ثانك يو اميره. يا ساندرا بسلمي لي عليها قوي. ربنا يبارك لك فيها دايما يا رب. حبيبتي يا اميره نورتينا يا قمر. الكومنتس كلها بتقول مبروك. وفي كومنت جاي من مريم، قولي بحبك يا مريم انت وبوسي، بنموت فيكوا انتوا الاثنين. انا بحب الكوارع بس مش بحب الكرشه. بالف هنا للي هياكلها. حبيبتي يا توتا مبروك يا روحي يا منمن، احلى منمن في الدنيا. بحبكم جدا بس بلاش ولا كرشه ولا كوارع. كل سنه وانتم طيبين. شفتي في ناس ولا حاجه خالص. طب يا كريمه قلبي 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 ازيك يا روحي؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ طبعا مبروك. انا بخير الله يبارك فيك. قناه يا روحي تسلمي لي كتير. مفتقده المكالمات معاكي. نورتيني بجد. يعني انا مبسوطه جدا جدا وفي نفس الوقت عايزه اقول ان كل وصفاتك مش هو وصفات العيد بس اللي بتبقى مميزه. يا رب يخليك. انا من المتابعين ومحبي توتا حبيبتي. وصفاتك كلها بتبقى على الشعره يعني خطيره جدا جدا. مش بتبوظ لنا اي مكونات ولا اي وصفه. الحمد لله والله على راسي كلامك. ده انا عايزاكي بقى تجربي الوصفات الصحيه بتاعت ساندرا. خطيره. هتاكلي من ايديها احلى وصفات صحيه تحفه. كيك بقى وبسكوتات وبيتزا في دلع كتير حلو. مش عارفين نقول لك ايه. طبعا طالما انت كمان قلتي كده انا ببقى عندي ثقه كبيره جدا جدا طبعا فيكي، لاني عارفه ان انت دايما بتجربي الحاجه مش بتعمليها كده وخلاص. حبيبتي ودي من الحاجات اللي انا بجد يعني حبيب. عن ثقه وعن تجربه. يا رب يخليكي. والله كتير عليا الدلع ده. حبيبتي يا كريمه نورتيني يا روح قلبي، ودايما يا رب على اتصال كده على طول، وتفضل صوتك منور القناه كلها يا رب دايما. نورتينا يا كوكي. بصوا يا جماعه انت عماله تحطي. عملنا أنا ايه؟ ما انا عايزه اشرح احنا عملنا ايه. ماشي احنا عملنا صلصه فته عاديه جدا جدا جدا. ماشي
تومه، كمون، أيوة، كزبره، خل. في الاول حطينا شويه زيت، عايزين تحطوا سمنه، تمام. وبعدين نزلنا بعصير الطماطم وسيبناه يتسبك 3 دقايق، وبعدين نزلنا بالكوارع في الصلصه خلاص، وهنطلعها دلوقتي، ولو فضل صلصه هنحطها على الوش بس. ايه احنا كده خلصنا؟ ايه ده بس كده؟ اه تخيلي السرعه دي، شفتي؟ وبتطلع لذيذه لذاذه مش عاديه. ما تجرجرنيش، ما تجرجرنيش، مش هحاول اجرجرك عشان ما انت عارفه انا ما هحاولش اجرجرني. طب انا ممكن نعمل مقايضه لطيفه. ام شريف انت دوقيني وانا دوقك. لا يوه، ام شريف حبيبتي صباح الخير، ازاي حضرتك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه، منورانا حضرتك. عامله ايه يا سندر؟ الحمد لله. من الف مليون سلام عليكي يا سندر، ربنا يخليكي ليا يا رب. روحيات ربنا. انا عارفه والله، ودعواتك كلها واصله لي. انا عارفه، ربنا يخليكي ليا. روحيات ربنا يا سندر والله، عارفه ربنا يسكي ويعافيك. يعني كان دور برد غلس جدا مش هيخلص. ولا توتة حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. في حاجه يا سندر ضروري بقى دلوقتي. ايوه، الكبسه اللي بتزغرس قدامك دي لازم تمسكي كده حته وتاكلي توتة. والله ما حد بيقول لي كده، لازم تاكلي منها على الهواء. لا لحظه، هي حره. ثواني استني يا مشرف. انت ايوه، مبروك لكم انتوا الاثنين. ربنا يبارك لي في عمرك يا ام شريف. لا يا حبيبتي، انت عايزاني اكل الكرشه ولا الكوارع؟ ايوه الكرشه يا توته. انا ما عنديش مشكله في الكرشه، هي اللي عندها مشكله. انا اللي عندي مشكله في الكرشه. خدي حته دلوقتي يا توته. ساندرا اللي عندها مشكله في الكرشه مش انا. هي ما شاء الله، انتوا الاثنين. انا مش هينه عليها خلاص. والكوارع الله اكبر ما شاء الله، وتسلم ايديكم. يسلم قلبك يا على بنته حبيبه قلبي وداد مامتها وباباها. استاذه وداد بتكلمنا على طول. وبقول لكريمه عاش من سمع صوتك يا ابله. ايوه فعلا، كان بقالها كتير ما كلمتناش. على الخبر اللي انا سمعته دون. سيبي لي حبه. سيبيني على ولادك يا كريمه حبيبي. انت عارفه ان دول احبتي. ايوه سيبوا لي دول. يا روحي عايزاكي، عايزه اتصال منك كده عشان اطمن عليك. يا روحي دايما يا رب لما كده مع بعض وعزوه وما يفرقناش حد ابدا، ويفضلوا حبايبنا دايما اللي بيكلمونا يفضلوا متواصلين معانا وما يغيبش منهم حد ابدا. والعيش ده طعمه خطير. هو العيش ده مقلي قوي ولا فرن؟ لا طبعا فرن. لا طبعا، لا طبعا. ماشي، هقلي العيش ليه؟ هعمل فيكي كده ليه؟ انا بحبك يا دودو، ده يوم في العيد. لا ماشي، يعني سيبي القليه لو نفسك قوي في حاجه بطاطس. صح ماشي. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ احسن بهارات في الدنيا. سلام عليك. ربنا يخلي حضرتك يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا رب. وحضرتك طيب، تسلم لي. رايي راي الست اللي اتكلمت في الاول. نعم. توته توكل صندره كرشه. لا، وصندره توكل توته. انا بصوا على الكوت تاكلها قدام. انت حضرتك بتاكل الكرشه ولا يا استاذ احمد؟ انا باكل كل حاجه انت ممكن تعملوها. طب الحمد لله. خلاص يبقى انا هجيب الكرشه وبحب الكوارع. كرشه وكوارع الاثنين. حبيبوا اولادي، حبيبوا اولادي فيها. احنا في ايام العيد وكل سنه وانتم طيبه عن ضحك. طيب حبيبوا اولادي فيها، مش كل واحد يقول انا ما بحبش كذا. انت بتدلعوا على الهوا ولا لا؟ لا احنا بناكل كل حاجه، هنثبت لكم في الاخر. انا هدوقها الكرشه وهي تدوقني الكوارع. وبعدين يا ساندرا هنصحك نصيحه، مش عايز يا دور برد يجيلك تبعي توته وكلي كوارع، هتخشاني كده وتبقى زينا كده. انا بحب الكوارع قوي. هتنشفي كده وتبقي بصي انا صلبه طول كده. مصريه قويه كده ولا شويه برد يتعبوك. انا بحب الكوارع قوي. حضرتك عارف حاجه؟ كل سنه وانتم طيبين. كل حاجه، كل عام وانتم بخير. كل سنه وانتم طيبين يا رب العالمين. حضرتك طيب يا رب. بصحه والسلامه يا استاذ احمد، ونورتنا اكيد باتصالك، ومبسوطين حضرتك عباك الحلقه. دايما اقول لكم بص، عشان برضو نقطه ان احنا نقول مثلا على حاجه مش بناكلها، دايما اقول لكم ذوقوا. عجب يعني، انا دقت الكوارع قبل كده بس حسيت ان هي علاقتنا يعني مش احسن حاجه فاخدت جنب، لكن عادي ممكن ادوقها، ممكن اكلها، ممكن ادوق الكرشه عادي، يعني ما عنديش مشكله. فدايما اقول ندوق الحاجه، عجبتنا نكررها تاني، ما عجبتناش يبقى خلاص مفيش كيمياء بيننا وبين الوصفه. حقيقي. ده نتصور جنبه، ده مش هناكله. فتوته هتدوق النهارده الكرشه. طب انا ممكن ادوق الكوارع وانت دوقي الكرشه. لا حبيبتي انت دوقي الكوارع براحتك، انا مش هدوق الكرشه. يا كنزي اكيد مش هنسالها بتاكلي كرشه وكوارع، هتتصدم. كنزي هتاكل كرشه وكوارع ازاي؟ يا كنزي، كنزي هربت. حاولي تكلمينا تاني يا كنزي عشان الخط قطع. الاتصالات كتيره جدا. موضوع في انا هنشوف الكومنتس شويه، تيجي ناخد شويه في اللايف. يعني خدي شويه لايف، تعالوا يلا. انس ابراهيم مبروك يا توته، مبروك لينا احنا الاثنين، احنا الاثنين فوزنا. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى. انس ابراهيم
ايوه. كل سنه وانتم طيبين. الرحيق المختوم. روكا بحبكم جدا، بحب اتفرج عليكم. دعاء الفاتح، يا توتا قولي بحبك يا دعاء الفاتح من السودان، لاني بحبك شديد شديد شديد، وانا بحبك قد الدنيا. ماشي. ساندرا حسها هتعيط وتجيب نص تعيط. بص انا بقول لهم قبل ما ندخل النهارده قلت لهم ايه؟ ما تجيبوا لنا تفكسوا لنا كده كرسي في الديكور عشان حسن ساندرا ركبها هتسيب وهتقع جنبي. لو فرهدت نلحقها. بحبكم قوي حبيبه، احنا كمان بنحبك قد الدنيا. قولي اسمي، بحبكم قوي، متابعاكم من هنا عبير. يا روبي يا قمر ملك، مبروك لحضراتكم. توتا لازم تاكلي كوارع بس يا استاذ اسامه، ما تضغطش عليا اكتر من كده. بحبكم جدا نوها، واحنا كمان والله بنحبكم قد الدنيا، وهنفتقدكم الخميس الجاي. يعني الحلقه احنا بالفعل خلاص صورناها، بس لازم تشوفوها لانها مختلفه جدا بس جدا. بس هم مش هيفتقدونا عشان هم هيبقوا بيشوفوا حلقه جديده. ايوه، ما هي حلقه جديده. ايوه. توتا زغرات، زغطي ساندرا الكرش. زغطي، هي وصلت لزغطي. ما هو على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. ايوه، ان اعتقد استاذ اسامه ليه صديق هنا في البلاتو، استاذ ريمون معانا. عايز برضو يمسك ساندرا استاذ ريمون وناكلها الكرشه بالعافيه في الفاصل، بيقول له توتا ما تقفليش الحلقه، يعني مش عارفه اقول لك ايه يا استاذ ريمون غير لما ساندرا تدوق الكرشه. ايوه، بس انا قلت له مش عارفه امسكها لوحدي، محتاج نكتفها عشان ايه نروح ماسكينها كده عشان فريق عمل. شفتوا بيزغطوا الوزه ازاي؟ البطه مش الوزه، بتزغط البطه مش الوزه، والوزه بتتزغط. يعني انت هتزغطي البطه وتسيبي الوزه من غير تزغيط؟ بيمسكوا البطه ازاي كده اهو، وراسها هنا وتيكي تيكي. عايزين يخلصوا ايه؟ ما اقدرش. كلميني عن اللوحه الفنيه. لذيذه يعني دي كوارع باشا. والله كوارع، بصي كوارع، ما هي كرشه برضه. لا كرشه. يعني دي كوارع ودي كرشه. لا، ما هي دي كوارع ودي كرشه. دي كوارع حلوه تقوليها كده وانت. ودي كرشه. دي كرشه. بس كرشه. طب انا قلت لك ان انا ممكن اتغاضى واتزغط كوارع. لا، انت تغاضي وتزغطي كرشه. انا مش هيهون عليا اكلك حاجه. انت شايفه عايزه مش راضيه ازاي؟ بس خلاص، احنا عايزه هيدوق كل الكرشه. ما بياكلش. بتاكل الكوارع يا عز؟ ما بياكل، عايش على التبرعم ولا ايه؟ ما بتاكلش اي حاجه؟ في، استنى، في طاجن لحمه بالبصل يمشي ده؟ خلاص ماشي، خلاص اتفقنا. يبقى احنا عرفنا الغدا النهارده ايه. لا، تشك في طواجني. ده طاجن يخسر. ده طاجن يخسر. ده في ذمتكم طاجن يخسر. ماشي، هناخد تاينا تعيد احنا الذكريات. ايوه، وهم يشوفوا شكل فتت الكوارع الخطيره دي. لا، خطير خطير خطير. وايه، ونرجع لكم بعد الفاصل. مش هنحطها على خضره من عند توتا. لا، في الاخر عشان ما تتلخبطش، عشان تبقى برد. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هناخدها انجاجي ونروح عند الطاسه اللي فيها الكرشه، ونشوف بقى هنعمل طاجن لحمه مع اني دايب ومتمشمش كده واخر حلقه. اني جوعت وانا واقفه هنا. بس يلا، ما هناخد الحاجه، هناخد الطبق معانا. يلا، انا فاصل هنا عايزه اخد طبق الفته. مش هنعرف نشيله. يا اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل. رجعنا لكم من مطبخ توته، ومطبخ توته ده بيطلع منه دايما يا اما حلويات خطيره بتبز كده حاجات حلوه من جواها، يا اما طواجن متمشمشه ما ينفعش تخسر. ما احنا داخلين على المشمشه دلوقتي. في طاجن هتعمل لنا ايه؟ هنعمل طاجن كباب حله، بما ان احنا يعني خلاص داخلين عليه. كل سنه وانتم طيبين. فهنعمل طاجن كباب حله او لحمه بالبصل، مش هتفرق، سهل جدا وبسيط وبدون اضافات كتير، وفي الاخر هتطلع اللحمه على راي ساندرا متمشمشه. طيب تعالوا نشوف المقادير. معايا كيلو من اللحمه مكعبات صغيره، ويفضل تكون بتلو، بتبقى خطيره. يعني البتلو في الوصفه دي بتبقى حلوه جدا، ممكن ندعم الموضوع بحته ليا صغننه. كيلو بصل مفروم، يعني عندي كميه اللحمه قد كميه البصل. قرن فلفل حامي، طماطميه مبشوره، ملح وفلفل، وبهارات لحمه وجوز الطيب. معايا كمان كوبايه من الميه، مش بنزلها مره واحده، بنزلها تدريجيا حبه بحبه عشان تستوي منها فيها. معلقه كبيره بودره الدمجلاس، وزيت وسمنه. بودره الدمجلاس دي موجوده في السوبر ماركت على هيئه اكياس، وموجوده عند العطار بالكيلو. هتجيبي ب 10 15 جنيه يقعدوا عندك في باب الثلاجه، يكفوكي مده طويله. بس كده انا بعملها زي كده، بس من غير طماطم. وبقطع البصل جوانح عشان بحب باكل البصل. بصل باي. بحبه قوي. وبتحطي دمجلاس؟ لا، جربي بقى. هجرب. ما انا عايزه هنجرب دلوقتي. يعني الدمجلاس اللي بيحصل بيخلينا ما نستناش ان البصله تتكرمل، فبيأثر المده. حلو ده، فبيطلع طعمه حكايه. طب هنعمل ايه اول حاجه؟ هنحط حته سمنه. يا دوبك حته صغيره.
يا دوبك. استنى استنى اهو، والله ما هزعلك. لا انا مش زعلانه كده، انا كده كده هدوقها مش تبي عارفه. اه دي امان. اه كرشه لا، انا بحب البصل متكرمل قوي وانا بحبه جدا، يعني من اكتر وصفات اللحم اللي انا بحبها هي الوصفه دي. هنزل باللحمه هلسعها الاول، وطبعا انا لو في البيت هنزلها على دفعات، مش هنزلها مره واحده عشان الطاسه بتاعتي ما تبردش، هنسوحها كويس قوي قوي. نقرا شويه كومنتس. يلا يلا بينا. ابنائي سر ساعتي، السلام عليكم، بحبكم قوي، بحبكم هلبه من ليبيا، اسمي وام. اه ودايما احضر برامجكم والقناه، بنحبكم ساندرا وتوتا. سلام. جليله. جليله محاميه وبتطبخ. انا بحب قوي الناس اللي حلو والله ده. برافو عليكي، ونتمنى نستضيفك. يا سلام، تيجي تنورينا. نور، انا من هنا وبحبكم قوي، احنا كمان بنحبك يا نور. اسراء، انا بحبكم قوي، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكلنا طيبين يا رب. مي شهي، يا مي بنحبك يا ميويا. مي شاهين. استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ محمد. الو الو استاذ محمد، صباح الخير. يا اهلا يا ست الكل، ازاي حضرتك؟ أو الأول بقول لك الحمد لله على السلامة من دور البرد اللي كان عند حضرتك. الله يسلم حضرتك يا رب، تسلم لي. ألو؟ ليه عند حضرتك طلبين؟ أؤمرني. الطلب الأولاني تعملي لنا على الـ على الـ الهوا كده على طول فشة. حضرتك عارفة الفشة طبعًا. فشة. آه جميلة الفشة. نعمل فشة. الطلب الثاني. عايزك أنت تعمليها. ايه الطلب الثاني؟ سامعين حضرتك. الطلب الثاني الشيف ساندرا تاكل معلقتين او ثلاثه من الكرشه اللي هي عاملاها النهارده. هو انا زعلت حضرتك؟ انا زعلت. انا رضيتك في حاجه. استني يا استاذ، واحنا مش هنتنازل عن كده. انا زعلت حضرتك في حاجه يا استاذ محمد؟ انا دست لك على طرف. هترجعي كلمه الجمهور؟ تزعلي الجمهور عشان خاطر الكرشه؟ اسنانك هتقعي ولا ايه؟ البنت هتنهار. بصوا يا جماعه، طب انت دوقتيها قبل كده؟ لا لا. لا ممكن ابقى دوقتها وانا صغيره مره، دي عقده منذ الطفوله بقى. اه يا فاكره بابي كان بياكل الحلويات دي كلها وانا صغيره، يعني بابي ياكل الكرش وبنته تطلع ما تاكلش الكرش. دي عيبه في حقه. لا تعيب. والله ابدا. طيب تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. حطيت حته سمنه ونزلت باللحمه، شوحتها كويس جدا مع فلفل اسود. شمي بقى دي براحتك، الريحه بقى دي حلوه قوي، التوابل بتاعه اللحمه ورش جوز الطيب. بعد كده ببتدي ازود البصله. بصله ايه؟ بصل. بصل كتير، بصل كتير قوي قوي. كل ما البصل زاد كل ما خلى فيه صوص غامق كده، بيكارملايز كده. انت عارفه احنا يوم ما بنعمل الوصفه دي نبقى مقطعين كيلو بصل كده. ايوه، ما انا كيلو انا حاطه كيلو لحمه عليها كيلو بصل بالظبط. خطيره. بس انا بكرمله الاول يا توتا. ما انا بقى بودره الديمجلاس دي بتخليكي تختصري. حلوه دي، فبتختصر وقت. لو معايا وقت بقى وغزلتي رايقه خلاص بكرمل البصل عادي. حلوه قوي. حط الفلفل الحامي. يا ميرا، ميرا، ميمي. الو يا ميرا. الو. ايوه يا حبايبي، سامعاكي يا روحي. ايوه انا قفلت، بس قبل ما اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وانتم هتوحشونا جدا 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 اسبوع العيد دوت. انتوا اكتر. وعايزه اعمل اهداء لقناه سي بي سي سفره. كل سنه وانتم طيبين، شيفات وكل الناس اللي شغالين في سي بي سي سفره، ورديله وحنان يا ميرا. بس حلقه يوم الخميس حلقه جديده مش اعاده. جدا بساندرا النهارده ان هي عملت كرشه. ايوه. وفخوره بتوته ان هي النهارده هتدوقي الكوارع. لازم تدوقي الكوارع يا توته، على فكره فيها كل جنس. طب ما تقولي لها تدوقي الكرشه بقى، هتقول لك بقى هتقول لك فوايد الكوارع ايه على اصولها. لا ما انا عارفه فوايد الكوارع ولا، بس انا عايزه الركن المخلعه. ما عنديش مشكله بجد والله. انتوا هتوحشونا جدا 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 جدا. اول حاجه الحلقه جديده يا ميرا، حلقه يوم الخميس الجاي، حلقه جديده بمناسبه العيد. حقيقي. حلقه بهارات، حلقه مختلفه جدا وكلها ضحك وهزار، تعجبكم قوي قوي ان شاء الله. يعني حلقه عيد بجد، عارفين ان انتوا. أيوة. فيلم العيد اللي بنشغله ونقعد نضحك ونتبسط قدامه. حلقه العيد هتبقى كده، حاجه كده قاعدين مبسوطين وانتوا بتتفرجوا عليها، وكلها مليانه بهجه واجواء عيد لذيذه جدا جدا. هتعجبكم قوي ان شاء الله. كل سنه وانتي طيبه يا ميرا، ميرسي على المعايده الحلوه دي. انا عايزه ميه. حاضر. استني استني. يا استاذ حسين، ازاي حضرتك؟
الو يا مساء الفل. مساء هاتي دي مساء الورد. ازاي حضرتك يا شيكوتة؟ اخبار حضرتك ايه؟ عاملين ايه؟ بخير. وعاملين كرشة عاملين كوارع وعاملين كوارع وعاملين طاجن كباب حلة. لا احنا بنحب الكوارع ولكن مش بنحب الكرشة يا شيكوتة. ليه؟ عايش عايش يا استاذ حسن عايش. اهو اهو انا معايا فريق استاذ حسن. لا مش باكلها انا. طب في البيت برضو ما بياكلهاش؟ يعني ما حدش في البيت بياكلها؟ لا لا برضو؟ لا مش بنحبوها. طب انا مش انا هاجي لكم زياره قريب هاجي في ايدي طاجن كده. هاكلها من ايدك انت ماشي؟ اتفقنا خلاص. ان شاء الله كده باذن الله نتقابل على خير. الله يخليك ان شاء الله باذن الله. يا رب حضرتك طيبه وكل اسره البرنامج كل اسره قناه سي بي سي سفره ان شاء الله كده عيد سعيد عليكم واجازه سعيده ان شاء الله. يا الله يخليك يا رب يا حضرتك نورتنا. طيب انا بقى المفروض بعمل الخطوه دي بشوح مش اقل من 10 دقايق فاحنا مضطرين شويه وهنلاقي استاذ عز بيقول لنا عايزين نختم فانا مضطره اكمل الخطوه بس احنا لو في البيت بنعملها ولا مقيدين بوقت ولا بان احنا نختم فهنشوح الكلام ده كله لحد ما الاقي ان مفيش ميه عندي في الووك او الطاسه تمام هعمل انا هختصر خطوه انا خلاص انا مش هعرف اطول اكتر من كده هاخد البودره بتاعه الدمجلاس وادوبها في الميه وانا هرد على التليفون ده يا كنزي يا كنزي يا كوكو كنزي حاولي كلمينا تاني يا كنزي ده غير اللون خالص لذيذ قوي الموضوع ده كاني بكرمت البصل قعدت 3 ساعات انت عارفه انا قدامي جلاس بعمله عادي واحطه على الروست بيف واحطه على التركي وكده على الديك انا بحبه قوي بصراحه بعمله بالكفته كمان بتبقى خطيره الله تحفه بصوا بقى اللون طبعا دي لسه هيغلي ولما يغلي بيبتدي يتقل انا بعمل ايه بقى بسيبه يغلي حبه حلوين على النار وبعد كده بنقله في طاجن وادخله الفرن وعلى الوش معلقه سمنه بلدي واسيبه بقى يشكشك يتمشمش يتمشمش اسيبه يتمشمش ويتسبك كده بقى والبصل يبتدي ياخد ويدي مع الصوص بيبقى حكايه جار. فده المفروض وانا والله ريقي بيجري اهو ريقي بيجري اهو فده لسه قدامه حبه حلوين لان النار هاديه او هديت من كميه البصل والطماطم اللي احنا حاطينها فانا هسيبه يعيش ويتعايش وداد يا وداد الو وداد صباح الخير طيب شكل الخط قطع جربي تكلمينا تاني حاولي تكلمينا تاني استاذه وداد جربي تكلمينا تاني ناخد شويه لايف يلا ماشي ايه هنقول ايه ابسام من ليبيا بنتفرج عليكم انا وماما فايزه واختي اميره يا روحي منورانا بحبكم قوي ولازم تاكلوا الكرشه والكوارع وتقولوا رايكم فيها عشان انا ما باكلش الكرشه بس باكل الكوارع وتسلم ايديكم انا ممكن ادوق هي مش هي انا مش هدوق حتى النهارده استني عشان في كومنت مهم هنا افنان بتقول ان احنا فوتنا الكومنت بتاعها ما فوتناش اهو بس الكومنتس كتيره يا افنان مبروك يا توتا بحبك انت وساندرا قوي وعايزه اقول لحماتي سمسم وحماية عمو مدحت كل سنه وانتم طيبين والله يعني كيوت حلو حلو ان هي افتكرت حماتها وحماها ربنا يحافظ لكم عليها طريقه الشركسيه انت عملتي الشركسيه في برنامج قبل لا تيجي نعملها المره الجايه يلا 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 يا نورهان نكتب كده نعمل الشركسيه يلا فريق الاعداد معانا والفشه لا فين الكيوتنس بتاعتها لا شفتي لا انهارت الكيوتنس انهار ليه ليه لا هنعمل شركسيه طب بتاكلي طحال ونعمل منبار منبار نعمل منبار ماشي اتفقنا حلو ده اوكي نعمل الكلام ده كله وداد استاذه وداد صح عشان الخط كان قطع صباح الخير هاي وداد صباح الخير ازيك عاملين ايه انت عامله ايه بخير والله طول ما انتوا بخير انت عامله ايه كيفك يا ساندرا كيفك اليوم ان شاء الله كويس الحمد لله احسن بدعواتكم ومكالماتكم الحلوه يا وداد كل سنه وانتم طيبين كل سنه طيبه يا روح عليكم الصحه والعافيه يا رب يا رب اللهم امين كلنا يا رب تسلم ايديكم على اللي عملته اليوم بس انا لا باكل لك كوارع ولا كرش كنت لسه هسالك هاكلها ولا انت جيتي زرتي مصر قبل كده يا وداد لا بس انا هنعزمها احنا هنعزمك يا وداد تيجي كده تدوقي الاكل المصري يمكن تغيري فكرتك عن الكرشه والكوارع عن الكوارع الكرشه الاثنين عن الكوارع الاثنين كوارع وكرش بصوا بقى اللون عندي بقى حلو ازاي ده لما يدخل الفرن انا بدخله فرن سخن على 200 لمده مش 200 على 160 نار هاديه خالص لمده ساعتين ودوقوا بقى اللحمه بتبقى دايبه ومستويه والصوص بيتقل يعني بتبقى روعه فانا مش عارفه اعمل الخطوه دي هنا هنستنى ساعتين دي صعبه فاحنا ايه يعني هدخله ممكن الفرن اللي هو مسافه لما ناخد الفاصل ونرجع ونشوف شكلها ايه هنكمل الكومنتس بتاعتكم لذيذه جدا
يعني مش في نسرين من دوبياب برضو قبل ما احنا ما نطلع. قوي 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 ومتشكرين جدا على المتابعه وعلى الكومنتس وعلى التشجيع المستمر. هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نقدم الاكل اللذيذ اللي عملناه وندي شكشكت شويه ونشوف كرشه مين اللي شكشكت النهارده. وللاسف النهارده مفيش هديه علشان احنا لا اللي تعادلنا. ما انا جايبه هديه وانت جايبه هديه، كنا اتعادلنا سويا. اتعادلنا يوه ماشي خلاص اتعادلنا ماشي. يلا فاصل. تعالوا بعد الفاصل، يلا فاصل ونرجع لكم. يا اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل. رجعنا لكم في كام كومنت كده يجننوا. يا فاطمه شكرا على ذوقك، واكيد اختك احلى مني بكتير، ربنا يخليكي ليا. وساره بالف هنا وشفه، ساره دايما بتجرب وصفات بالهنا والشفه وبتبعت تقول لي الوصفه دي نجحت، الوصفه دي طلعت حلوه، فمبسوطه قوي ومبسوطه ان انت بتشاركي ده معانا. خلصتي؟ إيه. انا خلصت، اجيب بس جوانتي. بصوا تعالوا ناخد نظره على اللحمه. بصوا لما غليت على النار الصوص بتاعها غمق ازاي، الريحه بقى ما تتوصفش. شايفين جمال حته اللحمه وهي دايبه؟ انا بقى هعمل حاجه ما كنتش مجهزه لها. ايه؟ هاخد شويه كوارع. حلو ده. احطهم في المرقه شوربه. اه شوربه الكوارع. حبيت الفكره، كوارع بالصلصه في الشوربه وفيها خل حاجه كده وليمون حاجه يعني طفة. هدية. انا هعمل ايه ده؟ طبق هديه. ماشي انت اعملي ده على ما اغرف الكرش. انا غرفت الكرشه خلاص. بصوا الكرشه بقى اتسبكت ازاي. يا مدام احلام، مدام احلام الو. طب معلش حضرتك حاولي تكلمينا تاني. انا ما استخدمتش معلقه النهارده خالص. اه طب والله العظيم شكلها حلو، متسبكه كده والحمص فيها نافش كده ودايب. محدش قالك ان شكلها وحش. برضو محدش اتهمها هذه التهمه. يا مدام احلام. يا اهلا يا توتا. صباح الخير توتا. ازيك يا ساندرا؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ حضرتك عامله ايه؟ منورين والله منورين. ربنا يخليكي لينا. وكل سنه وانتم طيبين يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه يا رب، وتسلم ايديكوا على الحاجات الحلوه اللي بتتعمل دي. يا رب يكرمك يا رب. نفسي كنت اكون معاكم كده يا روحي، ده الحاجه توصل لحد عندك والله. ده انت تنورينا يا ساندرا. ربنا يخليكي، ربنا يكرمكم يا حبايبي يا رب. وكل سنه وعائلاتكم بخير واسره البرنامج يا رب. اللهم امين. حنونه الجميله حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه ان شاء الله يا رب. ودايما كده لاولادكم وعائلاتكم يا رب يا رب علينا كلنا. حبيبتي يا مدام احلام نورتينا كده. ايه البهجه اللي في صوت حضرتك دي ما شاء الله. طيب انا حالا انا بس بنقل اللحمه للطاجن اهو، هنقلها في الطاجن. هي طبعا لسه ما كملتش تسويه، فانا هقدمها وادخلها الفرن بعد كده بقى تشكشك وتستوي وتبقى زي الفل اهي. ناقصك حاجه يا ساندرا ولا خلاص؟ لا بصي اللذيذ والله العظيم وريحته خطيره يا عز. بصي اللذيذ هيعجبك قوي قوي. بس هنسويه بقى، هندخله الفرن يتسبك ويتشكشك بقى. ايوه لا ما هو لونته بقى بان قوي اهو. ناخد حته اللحمه دي، حطوا بقى حته سمنه بلدي على الوش عشان تعمل ايه الحروقه البسيطه. اه حته سمنه بلدي كده على الوش عشان يدخل الفرن، لما يتسبك تبتدي فيه سنه حروقه بسيطه فوق. شويه رز حبايه حبايه، بطاطس محمره من الطويله دي اللي مقرمشه وطريه من جوه، ليمون مخلل وبس. خلاص الموضوع انتهى. احنا لو بهارات ده اشتغل اكتر من يوم في الاسبوع، ها اكتر من يوم في الاسبوع، وتوته فضلت بتجوعني بالطريقه اللي هي بتوصف بيها الاكل دي، انا هتلاقوني ساندرا في اتنين استرجع. هانت هانت بجد. طب انا هحط ده. يلا بينا. يلا يا توته. يلا لا خدي انت ده، بلاش الكرشه. طب بلاش الكرشه، خدي كفايه. هنا وديت الكرشه بتاعتي كفايه. الله ريحته حلوه قوي يا توتة. تسلم ايدك. قرن الفلفل اللي هناك. الله تسلم ايدك. العيد جه بدري عندنا صح؟ اه بصي شكل الشوربه يجنن، تحفه حلوه قوي. عايزه عصره ليمون دي وخلاص، حلوه قوي كده. ايه رايك؟ تحفه شكل السفره. عارفه السفره دي ناقصها ايه؟ ايه؟ شوية ممبار. لا ناقصها شوكة وسكينة وكرسيين. اه لا شوكة وسكينة في الكوارع. حلقة سهلة جدا. كوارع هناكلها بالشوكة. اه وجلافز بقى. كده اهو من فوق. عملنا ايه؟ نحكي سريعا كده عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ عملنا التحدي كان كرشة. اه
اللي ساندرا كانت بتنهار فيه. بس الحمد لله انا كويسه. عدت على خير. عدت على خير. عملنا الكرشه بالحمص، الحمص الطبيخ والحمص العادي، وزي ما انتم شايفين عايز بس طبق رز ابيض وخلاص، مش عايزين اي حاجه تانية. سهله وسريعه وبسيطه، والاضافات الهريسه وعصير الليمون اللي احنا قلنا عليها هي اللي هتخلي طعم الكرشه مميز جدا، ومش هتبطلوا تطبخوها بالطريقه دي. دي كده كرشه. وعملنا بقى فتت كوارع، عملنا الكوارع في صلصه لذيذه قوي قوي، وعملنا فته عاديه جدا مصري طبيعيه، والمرقه اللي طلعت من سلق الكوارع حطينا فيها بقيه الكوارع اللي بالصلصه اللي في النص، وطلعت مرقه تجنن، وتوته ابهرتنا، وختمها مسك بطاجن اللحمه بتاعها. طاجن اللحمه اللي بالبصل خطير، هي بس عايز يدخل يكمل تسويه في الفرن، هيبقى دايب ومستوي، وطعم الديمجلاس مع الصوص تبقى خطير. عايز اقول لكم برده على حاجه قبل ما اختم، الطاجن لما تحطوا فيه ديمجلاس ما تزودوش ملح، لان الديمجلاس بيكون حادق. عشان طب يا توتا عايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ احنا الاسبوع الجاي عندنا حلقه جديده. ايوه. محدش فينا فيها كسب. ايوه، فيها مفاجاه خطيره. صح. النهارده انت كسبتي عشان انت علمتيني اعمل كش. احرجتني يا جماعه النهارده. سو كيوت. طب انا هقول حاجه. قولي. لا استني استني، احنا ممكن نقتسم الهدايا دي سوا. ممكن. انت بلح وانا بلح. انت. اوكي؟ هنشوف الاول نوريهم الحاجه. انا عارفه هيبقى عارفاني بموت في الميك اب. احنا اهو مش هبين اكتر. انت خدي دول. انا طب بص مدياني زياده عنها كمان. معلش اوعى ترجعيني لو بتاخدي فلوس. في الاخر نحب نقول لكم ان الحياه ما تحلوش من غير شويه بهارات وسفره حلوه تستاهل تكون مكافاه نهايه اليوم. كل سنه وانتم طيبين. باي.